صحبه أجمعين. سيدي سماحة الشيخ، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجتمع الأحبة في هذا اليوم وبهذه الساعة المباركة احتفاء بعيد المعلم ليعبر هذا الجمع لكم يا سماحة الشيخ عن الوفاء والعرفان الجميل بشكرهم وتقديرهم وابتهاجهم وسرورهم بك يا معلم الخير، يا من تعجز العبارات عن التعبير ويعجز القال عما في الحال ويعجز الشكر عن الشكر، وسبحان من جعل العجز عن الشكر شكرا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. سيدي سماحة الشيخ، أيها الأفاضل، إن كان يراد بالعيد ذكر الجميل وتعداد الصنائع بما قام به المعلم بيوم محدد في السنة على طريقة من لا يعرف الحق إلا ساعة بسنة، فذلك عمل وعيد العاقين. وإن كان يراد به إظهار فرح عبر سويعات بيوم تعدد مناقب المعايد والمحتفل من أجله ويكرم ثم ينسى، فذلك تنقيب على ما تم دفنه، وذاك عيد المتعامين بساعة إبصار، وعيد الغافل بساعة استذكار، وعيد لاهم بساعة اعتبار. أما إن كان العيد تتميم معاهدة وتجديد مبايعة وبوح بما يكنه القلب لحبيبه ولمعلمه، فذلك ضربا من أصول المعايدة وبروتوكولا من مراسيم الفرح بالعيد لدى المعايد والمعايد، لأن أعياد المسلمين معلما هادفا لا طفرة عابثة وعقيدة متأصلة لا عفوية سطحية ساذجة. لقد اعتاد الناس أن يحتفلون، وإن صح التعبير قلة من الناس المنصفون بعض الشيء اعتادوا أن يحتفلون بالمعلم، ومعيارهم بصفة ذلك الذي أقرأ الحروف وحرر الأميين من أميتهم وعلمهم القراءة والكتابة أو صنفا من علم. ولكن أين هذا المعيار منكم يا سماحة الشيخ؟ معلم يكتب على صفحات القلوب بماء مبذاد من نور، معلم يكتب على صفحات القلوب بمداد من نور، معلم ينقش في سويد القلب اسم الله نور النور، معلم يغير الطباع واستحالة المألوف فيجعل من النفس السبوعية الشهوانية إلى روح تستروح فيها كل روح، معلم يرعى مريده في حله وترحاله ويشرف على حاله ومقامه ويدخل سره ويهذب خواطره، وإن جنحت نفس مريد ترى أمامها خلفها حولها سبل النجاة وصوت له سر يناديها من كل جانب، يا ولدي إياك صحح تعالى وحد، نداء مغيث ممد بحسب حال ونفس كل مريد. فكم له عند دقائق الأحوال أحوال، وكم له عند خفايا الأسرار أسرار،
معلم لا يتسع الحال لتحليل مفرداته ليبحث عن حقيقة ذاته في القواميس التي تحلل الشخصيات، غير أني وجدت حقيقته في قاموس قد تطابقت مفردات هذا المعلم. وجدت حقيقة هذا المعلم في قاموس قد تطابقت مفردات هذا المعلم على مفردات عظيم أو تبانت وتجانست صفاته، صفات المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك يا إخوتي الوراثة المحمدية في قاموس رب العالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيد الشيخ، أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. خفض الجناح وليس عليكم للصب في خفض الجناح جناح، فإلى لقاكم نفوسنا والهانة، وإلى رضاكم طرفنا طماح. عودوا بنور الوصل من غسق الجفا، فالهجر ليل والوصال صباح. صافيتم أرواحنا فصفت لكم، فأنتم لها المشكاة والمصباح، وجذبتموها بسركم ولسركم، وجذبتموها بسركم ولسركم. من أزل الخليقة روحكم تجتاح، فهي رهينة لاسمكم من يومها. أضحب كلها اليوم رياض وأدواح. وإذا كتمت جوارح عاشق تأجج لظى شوقها نواح. وإذا كتمت جوارح عاشق تأجج لظى شوقها نواح. وإذا تحدثت تحرر قيدها وتفجر فيض الدمع سفاح. يحق لنا المدامى بكأس حبيبنا أبدا، فكل زماننا بكم أفراح. يحق لنا المدامى بكأس حبيبنا أبدا، فكل زماننا بكم أفراح. قم غني يا شيخ الحقيقة بالهدى، وابعث صداك فكلنا مداح. وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي هذا القلب ربي هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام يا سيدي وأنتم بألف خير، وسماحة شيخنا وأحبابكم بألف ألف خير. يقول خادمكم يا سيدي مبتدئا بالإشارة إلى حادثة الشهر مع الجن في سورة الجن، إشارة إلى هدى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يا سيدي بعد إذنكم: ما لثريا وهذه الشهب هاوية، هوي السيوف من فوق هامة الحرس، منقدة كمروق السهم مخترما في وسط مقتل صيد غير مبتئس، أشوى سناها بالحر عين شاهدها، فزعا كبط بالسعق يهوي باليبس. ما للثريا وهذه الشهب هائجة، تحكي رماحا في ذو حامي الوطس، أشر حيق بالكائنات أم رشة، الله يرحمنا من نقمة الغلس. مهلا بني كوني ما بالأفق من خطر، بل ذاكم فرج قد حل من ياس، قد جاكم أحمد بالعلم والرشد، ضيا دروب الدجى بالنور والقبس. بني العروبة حل العلم ساحتكم، عدوا له طير الضيف دون ما بخس، الله شرفكم بالعلم والحكم، فخر لكم من دون العجمان والفرس. ترى فلاسفة الرومان في عوج، والجهل يخبط خط التيه بالمجس، وأنتم قيما والشرع قائدكم، حاشا العنالفة بالهدي متئس. لله دروها من تلك العهود خلت، قد سطرت مجدا بالفخار والنبس، ما من علوم الدنا من نبذة ظهرت، إلا حوت فيها من أصل ومن أسس. سلوا البلاد التي حل الكتاب بها، سلوا البلاد التي حل القرآن بها، سلوا البلاد التي حل الكتاب بها، كيف غدت درة من بعد منخلس، من بعد أن جالت الميتات قصعتهم، من بعد أن جالت الميتات قصعتهم، باتوا من العز كالأقمار والشمس. كذا لمن سار خلف الدين يزدهر، يحفو جذاه كطيب المسك والورس. يا ويح قلبي ما حل المسلمين شقا، يندى جبين له بالكد والبأس، ما ريح قضت لنا مضاجع النعم، خارت لها همم الأبطال والشوس. من بعد أن سادت الرباع شرعتنا، صرنا القاعدنا والناس كالعسس، أهكذا أمة ماذا الهزال بها، حتى غدت نهمة لكل مفترس، أم أصبحت سخطة ألقاها مالكها، لما حكت مغرما أقصاها من يأس، فباتت هينة في عين واجدها، تغدو حمالا لكل لاقط نجس، كأن معتصما أسطورة كتبت، لما حكت طفلة يا صاحب الحرس، أو أن هارون لم يمن المغفور حمى نيران الذل حتى عوى من الخسس. أمكم نشأت قرطبة فحوت من العلوم من كل جوهر نبس، حتى غدت قبلة لكل مستقي، نهما لري العلوم غير منتكس. تراهم كالعذر أدبا وأولهم، مطران الروم على مقاعد الدرس، كالنحل يجني رحيق الروح في طلب، غرثا في دوح الربا لنشقة النبس. آه على ماض يحكي فخر منتصر، كأنه شعلة لكل مغتبس، فاليوم لا مجد لا نصر ولا عظم، أضحى تاريخنا طي الصفح والدرس. عذرا عذرا فما قولي يأس ولا قلق، سوى لواعج قد تنزو بكل أس، شباب الجيل بالله هلا من يقظ، تنقون القلب من وخم ومن رشس، دعوا الخنوع طرا وهبوا من خمل، بئس القرين لعبد واعي وجس. هذه مجالس الشيخ فهي عامرة، تملي القلوب بكل من كل نافع نبس، هذه مجالس الشيخ فهي عامرة، تملي القلوب من كل نافع نبس، اضرب بها جذر جد كل راسخة، صحو الثبات بلا نوم ولا نعس، ثم الوثوب لا تألو جهد ثانية، ثم الوثوب لا تألو جهد ثانية، تدعو إلى الله كل ضائع تعس، مصطحبا ذكر الله غير منتبت عن الصلاة على المختار للنمس. هذا طريق، هذا
هذا ضيق من شاه هب من هجع قد خاب تاركهم أو عاد للخلس هذا طريق من جاءه حتى من هجع قد خاب تاركه أو عاد للخنس نسأل الله تعالى يا سيدي أن يمتعنا بصحبتكم بطولها في الدنيا وبقربكم في الآخرة وأن يقر أعينكم بنا وبنصرة الإسلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنه سميع قريب مجيب سيدي أحبابكم متشوقون لسماع كلمة طيبة تحيون بها أرواحنا فتفضلوا مشكورين يا سيدي إذا كنتم اليوم أردتم تكريم المعلم فإن كرامة المعلم لا تقيد بخطب ولا بأشعار المعلم يؤدى حقه بنشر مبدئه أو بنشر عقيدته أو بتعريف الخلق به عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فهو كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعل المراد أن يكون كل واحد منكم دالا على الهدى مبلغا بدين الله معرفا بشرع الله مذكرا بالدلالة على معلم الهداية أو معلم الخير بهذا يكرم المعلم إذا استطاع كل واحد منكم أن يدل في كل سنة على 4 أو 5 يدلهم على المعلم ويأتي بهم إلى المسجد هذا الإنسان الذي عرف قدر العلم وقدر المعلم أما إنسان تعبد كثيرا وتكلم كثيرا ولكنه لم ينتج بأحد ولم يذكر أحد لو كل يوم عمل عيد معلم فهذا مخادع لنفسه ومستهزئ بوقته الصحابة رضوان الله عليهم ما عملوا للحبيب الأعظم عيد معلم لكن كان كل نفس منهم عيد لهم لكل نفس دلوا الخلق وبدلوا وجه البسيطة من كفر إلى إيمان من ضلال إلى هدى من غفلة إلى ذكر بهذا انتشر علم المعلم النبي عليه الصلاة والسلام وانتشرت صفاته وكمالاته في هذا الوجود شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها ولم يبقى قيد شبر إلا
وذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرته الملائكة بل ذكره المؤمنون، دلوا على رسول الله وعلموا حب رسول الله وذكروا بسيدنا رسول الله ووجهوا إلى سنة رسول الله حتى وصلت إلينا في هذا الزمان طرية نظرة جميلة وكأنها مقتطعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنتم الآن إن كان تكريمكم هذا المجلس فبئس مجيئي إليكم، إن كان هذا التكريم هو هذا المجلس من سماع قصيدة أو كلمة فبئس مجيئي إليكم، أما إن كان تكريمي هو أن تقوموا بتبليغ الدعوة وهداية الخلق وتوجيه الناس إلى مجالس العلم، مجالس الهداية، مجالس التربية والتزكية، مجالس الفقه، فأنتم كرمتم المعلم وأديتم حق المعلم في سنة، وما دمت تؤدي الحق فأنت محب، فإذا توقفت عن أداء الحق توقف حبك، ومتى توقف الحب توقف الارتقاء. فدائما يا المعلم خلينا نكافي المعلم مكافأة الحق لا مكافأة الكلمة، مكافأة الحقائق، الحقائق التي عرفتها، هل عرفت غيرك بها؟ الحقائق التي علمتها من معلمك هل علمتها لغيرك؟ ما غرس في قلبك هل غرسته في قلب غيرك؟ ما انتفعت به هل نفعت به الغير؟ إن كان نعم فأنت اسمك محب مؤديا للحق، وإذا كان ما سمعت لم تسمعه للغير وما تذوقته لم تذوقه للغير فأنت لست بمحب ولست بمؤديا للحق، ولو ظهر منك الكلام من الأرض. ما عرفنا شيخنا يا إخواني، ما عرفته بكلام، ولا عرفت شيخي بمدح، إنما عرفت شيخي بإنتاج، بإنتاج أينما نظروا الإنتاج يقولون بارك الله بمن علمه، بارك الله بمن رباه، بارك الله بمن وجهه. هكذا الولد الصالح هو الذي يأتي بالرحمات إلى والديه، والولد الشقي هو الذي يأتي باللعنات إلى والديه. واحد بيقول الله يرحم والده يرحم اللي خلف، واحد بيقول الله لا يرحم اللي ربى ولا اللي خلف. فأنت من أنا؟ من أنا؟ زينوا أعمالكم، زينوا أعمالكم، هل أنتم تدلون على المعلم أم كل واحد صار معلم يدل لنفسه؟ من هنا تعرف نفسك أنك محب أو غير محب. إذا دللت على نفسك وعلى مكانتك ولم تدل على معلمك فأنت عاق ولست ببار. البار من دل الغير على ما استدل عليه ووجه الغير إلى ما توجه إليه، هذا الذي اسمه بار بشيخه، والله يكافئ البار بكرم وعطاء. والله عز وجل لم يرضى للولد البار بقول أف، مشغول مالي فاضي ماضي. فكيف إذا ظهر منه الإعراض؟ كيف إذا ظهر منه الانشغال؟ كيف إذا ظهر منه عدم الافتراس ويدعي الحب؟
لا والله لا يكون هذا. إذا كلمة الإسلام ما قالها لكن لحيصير فهمنا كفهم ذلك الغلام شاب شاف شاب عم يضرب أبوه عم يضرب أبوه قال له كان حرام قال لا الله ما قال بالقرآن لا تضربوهم الله قال ولا تقل لهم أف أنا ما قلت له أف ما قال أف لكن عم يضربوه في بعض الأحباب هكذا فهمهم هكذا فهمهم لذلك بدنا نشتغل يعني في الحياة لنؤدي حق المعلم الحق الذي لا ينسى وهو نقل ما صب في صدرك إلى قلوب الآخرين نقل ما عرفته إلى الآخرين تذكرة تذكرتها فذكر بها الآخرين. أما سمعنا المجلس وبقي في مجلسه سجلنا على الورق ولما قانا ما حكينا لحدا ولا علمنا أحد فهؤلاء ليسوا من الأبرار. فإخواني إذا عيد المعلم ما العيد نسفق له ولا العيد نغني له ولا العيد نجيب له وردة أو أكلة طيبة ما هذا العيد يعني. إيمتى بيعيد المعلم؟ لما بشوف علمه انتشر لما بشوف هدايته توسعت لما بشوف الناس عرفوا شيئا ما كانوا يعرفوه هذا اللي بيخلي المعلم يعيد. طلعت أنا بيروت الجمعة الماضية ولله الحمد والشكر نادوا للأخوان درس إيه ده أربع ماشي كانوا بين المغرب والعشي قالت المجلس الذكر قلت له طيب وأنا بحضر مجلس الذكر ريح حالك قلت له لا بحضر وذهبت إلى الجامع لأرى المسجد ممتلئ صفوف كصفوف الصلاة صف ورا صف ورا صف صفوف كلها ممتلئة مغمضين العيون يذكرون الله هذا العمل قلت هذا هو ما أريده في حياتي هذا هذه صفوف كصفوف الصلاة صف ورا صف كلهم يذكرون الله من المغرب إلى قبل عشاء بثلث ساعة حيث قام أخ يتكلم في كل مجلس ذكر بقوم أخ يتكلم ربع ساعة أو ثلث ساعة ذكر شيئا من الحب الله عز وجل يثبتنا وإياكم بقوله السابق يفوق كلام المتكلمين قال ذلك بحال قال ذلك بحال وهو يتكلم أثر بكل الموجودين فاشتغل البكاء في كل المسجد وقد يصلوا في الجامع صلوا في الجامع ست أشهر ست أشهر عم يدرس شريعة ست أشهر عند الأحباب تربى على هذه التربية عرف من الشيخ شيئا بجلستين ثلاثة حضرهم مع الشيخ عرف فهذا بست أشهر وانت صار لك عند الشيخ قديش كم واحد أنقذت لساعتك مثل دجاجة قاعد على البيضات لهلأ ما كانوا يفاسوا بودروا وما كانوا يفاسوا ولأيمتى يا أخواني إذن ليس العيد عيد قول وليس العيد عيد مغنى إنما العيد عيد إنتاج عيد عمل عيد هداية يلي بده يعيد علينا بده يكون ورجينا إنتاجه ورجينا هدايته ما أن تنتج إنسانا أن تدل إنسانا على منبع الخير منبع الهداية منبع العلوم لعل الله عز وجل أن ينشر هذا الإيمان في ربوع الأرض وأرجو الله عز وجل أن لا يأتي وقت إلا وقد هيأ الله تعالى لنشر هذه الدعوة في العالم أينما جلسنا وأينما كنا. المفروض بنا الآن
كنا نتضافر ونتعاون على دلالة الناس. المفروض فينا في كل زمن الله عز وجل جعل ميزان، ميزان الخير وميزان الشر، ميزان الهداية وميزان الضلال، دائما كفتا ميزان، إن زادت هذه قلت هذه أو زادت هذه بدأت قل هي. فلماذا لا نكون أهلا لزيادة الخير لا لنقص الخير؟ نزيد في الخير، خلي كفة الهدى تطبش، كفة التوفيق والعناية والذكر والخشية خليها تطبش، أي ما بتطب تطبش هي لحالها. إذا ما جدينا واجتهدنا وذكرنا ودلينا وعلمنا وليلنا ونهارنا حتى نحقق بتوفيق الله عز وجل إنقاذ المخلوقات. كم من إنسان يسعى بكل توفيق الله للدلالة، وإنسان في كل يوم يصلي تليفون تليفونين من أمريكا، يوم الخميس خاصة يأتيني 3 تليفونات أو 4 تليفونات. من جملتهم أخ الله عز وجل يبارك فيه ويرضى عليه، بخلص شغله وبيجي بيقعد على الانترنت 3-4 ساعات، صار كل اسبوع بيسلم 1 أو 2 على الانترنت، كل اسبوع 2 1 أو 2 كل اسبوع ببشرني بشاره، فلان من البرازيل اسلم، فلان من كذا اسلم، فلان اسلموا ونطقوا الشهاده واعتمدوا الاسلام دينا حقا. هذا اخواني ما هو امر سهل بالكلام بيصير، قديش عم بيصير اخذ ورد واسئله واجوبه. وهالاخ يا اخواني ما قعد معي اكثر من 5-6 اشهر، 5 اشهر قعد وطلع لاوروبا، طلع لامريكا. لما طلعت على امريكا التقيت فيه، تبدلت حياته وتجددت وبدا بالدعوه. اخواني ليش حتى نحن هون مقصرين؟ والحمد لله اقول بعد فضل الله الحمد لله، ما في واحد ممكن اسلم مسيحي، ما في واحد ممكن اسلم يهودي، ما في واحد ممكن جاب مجوسي على الجامع، ما في واحد ممكن جاب ضال هذا عم تجي لمصلي تجيبه على الجامع. اذا مصلي تجيبه على الجامع ما عم تحسن، شلون بدك تجيب مسيحي على الجامع؟ شلون بدك تجيب يهودي على الجامع؟ الصحابة اشتغلوا بالمصلين، الصحابة ما اشتغلوا بالمصلين، اشتغلوا بالضالين، اشتغلوا بالمعرضين، اشتغلوا بالمفسدين، دلوهم فجعلوا منهم أهل الإيمان وأهل التقوى. هذا أما نحن وين إنتاجنا؟ يعني إذا أنتجت جبت لي 1-2 مسلم ابن مسلم ابن 50 مسلم، مع ذلك عم نشوفك انتجت ما شاء الله حولك، اما كمان ما في انتاج، خاصة طلاب العلم المشايخ الله يبارك فيهم، كل واحد قاعد سودة ومشي الحال. وين الانتاج الجديد؟ ما المهم سوينا درس وحكينا، المهم بدنا انتاج جديد. وين الانتاج الجديد؟ وين الحلقة الجديدة؟ حلقة صار لها 6 أشهر، ابني حلقة ثانية جديدة، حلقة صار لها 1 سنة، حلقة 6 أشهر، حلقة ثانية جديدة. هيك لازم يكون دائما الشغل. أما قاعدين قاعد بالدرس، كم واحد سوينا درس السلام عليكم، ورد ثاني مرة عملنا له الدرس، إلى أنت بدنا نعمل له الدروس؟ شو أنتجوا؟ شو أثمروا؟ أما ترضوا بيلي عم يسمعوا وبس، حركوهم يجيبوا من يلي ما آمن، من يلي ما عندهم تقوى. هذا يا ابني العيد، هذا العيد، ليس العيد لمن لبس الجديد، لكن العيد من خاف يوم الوعيد. اخافوا من لقاء الله، انتجوا يا ابني، اثمروا، خلي كل يوم واحد غافل عن الله ذكروه، ضال، هدوه، معرض، دلوه، غافل ذكروه. هذا العيد، هذا انا لما بشوفه بقول عيدت.
لكن اليوم ما عين، رغم الكلمة الله يرضى عليه اللي حكاها الشعب الستار والشعب اللي ألقى الأخ الله يرضى عليهم شيء رائع جدا، لكن ما عينت حتى شوف الوجوه الجديدة. شوف كل واحد جاي على الجامعة جاي معه 4 و5 و6، هلا كل واحد بيكون عم يجي لحاله بيروح لحاله، هيك ولا لا؟ احكوا انتوا لفات، عم تجوا لحالكم وبترجعوا لحالكم. ليش ما كل واحد منكم بيجيب جماعته؟ ليش ما كل واحد منكم بيجيب على مجلس شيخنا على دفن؟ جيب اللي حواليه خليهم ينتفعوا مثل ما انت انتفعت، هل يتعلموا مثل ما انت تعلمت؟ ولا بس بدنا اياها النا؟ الله عز وجل يهديني واياكم الى سبيل الرشاد، ويغفر لي واياكم التقصير. والحقيقه يا اخوان لن يكن للمعلم عيد اذا انت لم تكن له عيد. اذا انتم ما صرتوا عيد الي ما بعين، واذا انا واياكم ما صرنا عيد لشيخنا ما بعين، بوس ايده ونقدم له زرزة ورد عرق ورد وانه نحن والله عيد الشيخ برينا الشيخ. لا يا ماذا انتجت في هذا العام؟ ما هي ثمرات ايمانك؟ ما هي ثمرات تقواك؟ ما هي ثمرات هدايتك؟ ما هي ثمرات حبك؟ ما هي ثمرات دلالتك؟ ورجيني هالثمرات حتى عين. هذا العيد يا ابني اللي انا بدي اياه، وهذا ما رح تفهموا علي، ما رح تستطيعوا يعني تنفذوا يلي بدي اياه اذا ما كانت همتكم غير هالهمة وجهدكم غير هالجهد. لما درس اخذ الجامع واطلع على الدرس، ما في مرة طلعت على الدرس وانا الا اخذ الاخوان معي. لما كنا هيك نطلع، واكثركم بيعرف انه كل ما بدي يقول عند الشيخ بقول له امشي ناكل نطلع لعند شيخنا. ليش انت بتجي لحالك؟ فكروا شوي بهالكلام اللي حكيته، فكروا شوي واجبروا خاطر الشيخ مشان يجبر خاطركم يوم القيامه. يلي بيجبر خاطر في الدنيا بيجبر خاطره بالاخره. لكن إذا بالدنيا، إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانعه. شلون بدك تكون من أهل القرب من أهل وأنت ما أنتجت ما أثمرت؟ جنة يا ابني بدها الزكتاف، صحبة الشيخ في الجنة بدها الزكتاف، اللقاء مع سيدنا رسول الله في الجنة بده الزكتاف، بده هز حياة هز الروح حتى نكون اهل لتلك المجالسه. اما بمجرد ما طلبنا العلم، مجرد ما تزينا بزينه العلم او حضرنا مجلس العلم، معناتها خلص وصلنا. بده همم يا ابني، الارتقاء بده همم. اللي بده يبلغ يا ابني القمم بده يبذل اعز ما عنده من الهمم. ويلي رضيان بالتقصير فحياته ما لها تتقي عما هو عليه. يلي بجد وبيجتهد وبيسعى الله عم يعطي والله عم يوسع عليه وعم يكرمه، ويلي ما عم يشتغل مكانك تحمدي او تستريحي، مكانك راوح على هالمعاش وبلا. شو هالحكي هذا يا ابني؟ بدي اياكم كلكم تكونوا تصيروا سعداء اغنياء، بدها دعوه ما بتكفي حلقه ولا حلقتين، كل حلقه 6 أشهر بتجدد حلقه ثانيه، كل 6 أشهر بتجدد حلقه ثانيه، بتصير حلقه بتنضم لحلقه بعدين ورا بعضهم، هيك الانتاج. اما انتاج يجاح حامي ولا بارد يا ترى؟ وجاء يا ترى عم نحط فيه الورق عم بيحترق؟ اذا الورق ما احترق
حطب التين شو بده يطلع منه؟ اذا الورق ما عم بيحترق. جدوا يا جدوا واجتهدوا، والا فانتم بين يدي الله مسؤولين يا ابني عن جلسات الشيخ. ربي اكرمني عملت لكم جلسه تزكيه خاصه، وهي بفضل الله جامع ابو النور لاول مره بتصير. الشيخ احمد عم يسمع عم يحضر لاول مره عم تصير في جامع ابو النور، مجلس فقه عام لاول مره عم يصير في جامع ابو النور فضل الله. طيب وين المشايخ المصري؟ فإذا كان أنت لحالك عم تجي مقصر، شلون بدك تجيب اللي معك؟ بينما الشباب الجديدة عم بيجي قبل الأذان عم لاقيه بالجامع، يلي جاي من الميدان، يلي جاي من دمر، يلي جاي من السيارة، قبل الفجر نص ساعة عم بيكون بالجامع. شباب وطلاب العلم أنت بيجوا، مشاهد أنت بيجوا، شاب جايب أربعة معه، أربعة، وحفظت أسماء الأربعة، غياث وعبد الستار ومالي وسامر، وأنا صعب أحفظ الأسماء، صعب، حفظت أسماءهم من أول مرة، ثاني مرة حفظت أسماءهم جدد، كل واحد كان على طريق الله عز وجل هداه بأخ جاب بيصلي بنزلي، بعض الأوقات بيحط رفيقه بيرجع. هدول يا ابني جدد وانتجوا، ونحن انت بدنا ننتج. ارجو الله لكم التوفيق، اسال الله لكم التوفيق. انا بدي منكم يا ابني يكون همتكم عالية وانتاجكم عالي وشغلكم شغل انتاجي، ما شغل بس شو بيسموها العادي على طول روتين، على روتين لا يعني بدها انتاج. ما في انتاج معناتها انت ميت. انا هيك بعرف من لا نمو عنده فهو في موت. علامة الحياة النمو، وعلامة الموت السكون. فإن كنت ساكنا فأنت ميت، وإلا أسأل الله لكم أن تكونوا على مستوى الحياة وعلى مستوى الإنتاج الحقيقي، والله يغفر لنا ويغفر لكم ويتقبل منا ويتقبل منكم. إن شاء اللي عندكم صلاة مغرب بده يروح، يلي بيلحق يقوم يصلي المغرب. فأنا يا أخواني دائما دائما بدي شيء جديد، دائما حياتي دائما التجدد، دائما أن أرى إنتاجا جديدا، عملا جديدا، علما جديدا، دائما حب التجديد. ما بحب تم على ما أنا عليه، ما بحب، بحب دائما جدد. والحمد لله اللي التجديد فقط بالهمة والعلم والعمل، وليست الهمة وليس التجديد بالخط أو بالهيئة. الحمد لله اللي بتنتج. يوم بدأت بعمل جديد بتفسير، كنت مبارح أخذ درس، كنت أنا والإخوان الله يرضى عليهم والأحباب، أخذ درس مبارح وصلت لكل كلمة أعزيها إلى كتابها أو أعزيها إلى حتى يلي بيرجع للكتاب بيلاقيها. أي ما كنت من أول أنا أكتبها، امبارح أخذ درس جديد بدأت فيها، شيء جديد، علم جديد، تعلمت شيء جديد فبدأت فيه، معناتها كل يوم بدنا شيء جديد، واللي عنده شيء جديد يوهبنا إياه وجزاه الله خيرا، عنده علم جديد، عنده فكر جديد، عنده اطلاع جديد يوهبنا. كم أنا أحب أن يكون في اثنين، حكيت قبل مرة لكن اندسرت وما حدا عمل فيها، يكونوا اثنين يتابعوا لي الصحف
يتابعوا لي المجلات، شافوا خبر، شافوا خطاب لسيادة الرئيس قطعي، كل هذا يحكوني عليه شغلة يجيبوني إياها، ما حدا شغلها ولا حدا عمل. فلان بيقول ايه انا مراحل خلاص وانا بنسى. الصحف فيها اشياء جديده عن العلوم، اشياء جديده عن فلك، في المجلات، في كذا، تقرا ولا واحد بيعطي كلمه. الاطباء الله يرضى عليهم بيدرسوا، عندهم مطالعات، عندهم بيشتغلوا لحالهم، ما واحد اجى قال البحث هذا جديد. البحث الجديد هذا اذا بتطلع عليه، ما واحد جاب معنى جديد. ليش؟ هذا عم يشتغل لحالهم، مهندسين لحالهم، اطباء لحالهم، وكل واحد وما شاء الله. ونحن من اخوان الشيخ الله يتوب علينا ما بدي احكي كلمه. ليش ما كل واحد طلع عنده شيء جديد يجي يعرض؟ يعرض شيء جديد. خلينا دائما منجدد مجالسنا، منجدد علومنا، منجدد كلامنا، هيك لازم. اما كلكم على الدروشه وعلى البركه، هيك بدنا نحكي يعني؟ ما في واحد منكم مثقف، ما في واحد منكم عنده اطلاع، ما في واحد عنده حلقه فيها. ليش كلكم بدون انتاج؟ هذا هي حياتي انا، حياتي بدي دائما انتاج جديد. فكل واحد يدرس يا اخي، اللي عنده مطالعات، عنده دراسات، خبر جديد، خبر كذا، سجله. مالك فاضي تجيبه، بعته بالفاكس، فاكس شغال. مالك فاضي بعته بالفاكس، مالك فاضي على التليفون قلنا يا نرضى منك. لا فاضي يجيبه، لا فاضي يحكي، ولا فاضي. وقرينا وخلينا، والثاني عمل بحث، والثالث عمل بحث لحالهم، لحالهم دراسه لحاله، ما دخل انه نطلع عليها الغير. كل واحد عم يشتغل لحاله. طيب ابني العلم ينفع لما بتعطيه لغيره، لما بتعلم الغير. نبينا عليه الصلاه والسلام عز مقامه وارتقى درجاته صلى الله عليه وسلم لما نفع العام، لما نفع العالم. وكل عالم يرتقي على مقدار نفعه العام. فليش انت عم بتحب انه يكون علمك لحالك علم خاص؟ ليش ما تحب يكون علمك عام؟ الله يلهمكم الرشد ويوفقنا واياكم لما فيه السعادة في الدنيا والسعادة في الدار الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.